فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قل الأولى حكموا بقول خواجة قد عششت في قلبه الأهواء عجبا لنا. بالأمس قال الشافعي وسواه قولا ليس فيه خفاء: لا تتركوا قول الرسول لقولنا، إن تفعلوا هذا فنحن براء، هو وحده المعصوم فاستمعوا له، ودعوا سواه فإننا خطاء. واليوم من عجب أقول لكم: دعوا أحكام ميسيو إنها بتراء، لا تتركوا قول الإله لقوله، هذا ضلال واضح وشقاء. لقد استقلت مصر واستغنت بما حازت، ولما يستقل قضاؤه.